أهلاً. هل نقول أهلاً أو أهلاً بعودتكم؟ ربما هي المرة الأولى لبعض المشاهدين. حسناً، فلنذهب. قرد الليل الفانمي. حديقة الحيوانات. هدايا. أحب حديقة الحيوانات. هيا يا أبل، أسرع. أريد الحصول على واحدة مناسبة. حسناً، لأنني متحمس جداً لرؤية قرد الليل البنمي. وأنا كذلك، ولهذا أبحث عن قلم ليزر القرد الليلي البنمي. بهذه الطريقة عندما نغادر سيكون لدينا شيء يذكرنا به للأبد. هذا يسمى تذكاراً. أوه أجل، أنا أعرف هذه الكلمة، عرفتها منذ زمن طويل. والآن اختر قلم ليزر لنخرج من هنا. هذا القلم. رائع، فلنذهب. أين سنذهب؟ أنا ذاهب إلى... إنه من هذا الطريق. لا لا، إنه هنا. لا، إنه هنا بالقرب من الدب السعيد. أه أجل، القرد الصاخب. لما لم تأتي معي منذ البداية؟ القرد الليلي البنمي. أجل، أين هو؟ يجب أن يكون هناك. هيا هيا أيها القرد الليلي. لن يفهم ما تقوله. صحيح، إنه قرد. وهذا يعني أخرج، أليس كذلك؟ حسناً، إنها تصدر الأصوات نفسها لكل شيء، صحيح؟ حسناً، إذن كيف سيعرف أن هذا الضجيج يعني أخرج؟ لن يعرف، لكنه سيقول هناك قرد آخر، سأخرج وأنظر إليه. على أي حال هذا لن ينفع. انتظر، دعني أحاول. هيا. هي، احترم الحيوانات. شيكن ناجت، ماذا تفعل هنا؟ أنت في كل مكان. أحمي حديقة الحيوانات. هل يمكنك مساعدتنا؟ انظر إلى القرد، لماذا لا يخرج؟ هل قرأت ما الوصفة للحصول على جواب مناسب ربما؟ هذا صحيح. القرد الليلي البنمي أو القرد الليلي تشوكوان هو أحد أنواع القرد الليلية، الذي كان يعتبر سابقاً من سلالة القرد الليلية ذات البطن الرمادي في عائلة السعدين الليلية. هل فهمتما؟ أجل، لقد فهمت. استمر في القراءة. لقد فهمت ذلك وأستطيع إخبارك. لا، أنت تعرف كل شيء، اسمح لي بأن أكتشف أمراً لمرة واحدة. أجل، بالتأكيد. إنه قرد ليلي ولن يخرج إلا في الليل. هل تسخر مني؟ اسمع، أرى أن هنالك خيارين أمامنا، إما أن نبقى هنا حتى الليل، وإما أن نذهب إلى المنزل ونعود ليلا. هذا خاطئ، لا خيار لديكما، حديقة الحيوانات تكون مغلقة ليلا. ما الفائدة من وجود قرد ليلي في حديقة حيوانات إن لم نستطع رؤيته؟ لست من يضع القواعد هنا، لقد وظفوني للتو من أجل الحماية، وأنا حارس، ولا يمكن لأحد أن يدخل لهذه الحديقة ليلا. أوه، حيوانات الحديقة تعود إلى المنزل في نهاية اليوم؟ لا تظهر ذكائك هنا. أونيون، أونيون، تعال إلى هنا، تعال. تعجبني فكرتك. ليس لدي أي فكرة. بل لديك، لأنه إذا سمح بوجود الحيوانات هنا ليلاً، لذلك فسوف نكون محبطين لأننا لن نرى القرد الليلي. لا، مزعج مزعج مزعج. هل سمعت عن كلمة تنكر من قبل؟ مزعج مزعج مزعج. توقف عن قولي مزعج. سنختار أحد الحيوانات ونقوم بالتنكر بناء عليه، ثم سنكون هنا ليلاً. الآن سنختار حيواناً من حديقة الحيوان لتكراره، وسأستخدم قلم الليزر. كنت أعلم أنه سيفيدنا. إذن فإن هذه الفكرة تعجبك. أجل، أظنها فكرة جيدة. وكيف ذلك؟ لا أعرف، أتعلم أنا مستعد للمرح، وعلى أي حال أريد أن أرى ذلك القرد. الحيوان الذي سنتنكر به هو السنجاب. السنجاب ليس من حيوانات الحديقة، حاول ثانية. نملة. كان ذلك دقيقا للغاية، لكنها مجرد نملة وتكون على الأرض. أعطني قلم الليزر، سنتنكر بأننا حماران وحشيان مثل هذا الحمار الوحشي الحزين. أنت كفؤ للغاية أونيون. حسنا، سنلتقط مجموعة من الصور له حتى نتمكن في المنزل من نسخها والتنكر بها. لطيف لطيف. لا تنسى التقاط صورة لهذا الجزء المميز للغاية على شكل قلب على الجزء الخلفي.
ماذا الآن؟ الآن بعد أن نصنع زينا في المنزل سنذهب إلى السافانا الأفريقية وسننتظرهم ليأخذونا ويجلبونا إلى هنا. لكنهم يملكون منها، لذا لما قد يأتون إلى أفريقيا للحصول علينا؟ جيد جيد، تفكير جيد خارج الصندوق. حسناً، لأننا سوف نعمل على ألا يكون لديهم حمر وحشية عن طريق... يبدو هذا مخالفاً. لا، لأن التمويه ليس مخالفاً. لقد كنت تجعلني أنسى فكرتي، كنت سأقولها في بيان. عن طريق تمويهه، أرأيت لم تعد جيدة. إلى السافانا الأفريقية. لكن أولاً سنقوم بالتنكر بناء على الصورة، وسنقوم بنسخ تلك العلامة المميزة على وجه الخصوص. ماذا حدث للحمار؟ لم يعد لدينا حمر وحشية. سأحصل على واحد آخر، ولكن من أين؟ من السافانا الأفريقية. أجل، السافانا الأفريقية. وصل السير. هل نسير في الطريق الصحيح؟ لماذا تضرب بي؟ ما بك، توقف عن التمايل. حسناً، هذا مكان جيد. لماذا علي أن أكون الجزء الخلفي؟ لأنك قصير وأنا طويل، لذا فأنا ساقان ورقبة ورأس، وأنت الجزء الخلفي وساقان. لقد أقنعتني. كم من الوقت سننتظر برأيك قبل أن يأتوا إلينا؟ أمل ألا يمضي وقت طويل حتى لا يأكلنا الأسد. عندما يصل إنه سيختارنا، لأننا الحمار الوحشي الوحيد هنا. أبل، ما هذا الضجيج؟ إنه قادم من خلفنا. سألقي النظرة وأخبرك، يبدو أنه هناك حمار وحشي خلفنا. إنه ينظر إلينا بطريقة غريبة، أظنه يريد أن يكون صديقنا. إنه يريد اللعب، استمع إليه. لسنا أصدقاء، نحن لسنا حقيقيين. شو شو شو؟ ذلك المسكين، لقد قمت بالشيء الصحيح. أعرف، ما كان ذلك ليكون عادلا. أجل. ما هذا الضجيج؟ هل عاد مرة أخرى؟ سألقي نظرة وأخبرك، لكن يبدو أن هناك أسداً خلفنا. يريد أن يكون صديقنا؟ لا أعتقد ذلك، الموسيقى تبدو أشبه بموسيقى محفوفة بالمخاطر، ويسيل اللعاب أيضاً. من الموسيقى؟ لا، الأسد. الموسيقى على حد علمي لا يسيل منها اللعاب. تعجبني حقيقة أنك قلت على حد علمك. هذا يترك مجالاً للبحث العلمي ليبين لنا ما إذا كان هناك شيء آخر. أجل، ماذا علينا أن نفعل مع هذا الأسد؟ إنه على وشك الهجوم. يا للهول، الحمار الوحشي أنقذنا. لأننا صديقاء. أشعر بالحزن الشديد من أجله. متى سيأتي حارس الحديقة لكي يأخذنا؟ أبل، ألا يمكنك أن تكون حساساً لخمس ثوان؟ لدي مجال رؤية أوسع بكثير الآن. لابد من أن الأسد قد سحب القليل من تنكرنا عندما هاجمنا. هاي، أنت حمار وحشي؟ أبحث عن حمار وحشي. أجل، نحن حمار وحشي. رائع، لم أكن أعرف أن الحمر الوحشية تتحدث. هاي، إنه يوم حظك، لأنك الحمار الوحيد الذي يمكنني رؤيته، لذا لم يعد عليك العيش في هذه البرية. سأضعك خلف القضبان، هيا. هل هذا واحد آخر؟ الآن علي أن أختار. هذا يبدو أكثر واقعية. نستطيع الكلام. أجل، هذا صحيح، لكنه يشبه الحمار الوحشي كثيرا. قم بالرقص، قم بالرقص. لكن هذا يرقص، سوف آخذه. أجل. هاي، أين ذهبت موسيقى الصداقة؟ هل توقفت عن كونك صديقنا؟ ذلك الحمار يبدو حزينا. إنه يذكرني بذلك الحمار الوحشي الذي رأيناه سابقا في حديقة الحيوانات. هذا هو بالضبط ما كنا نبدو عليه قبل أن يمزق الأسد العلامة المميزة للجزء الخلفي. فلنعد إلى ذلك الوقت حيث كان الحمار الوحشي ما يزال صديقنا. دعنا نفكر في الأمر. الحمار الوحشي توقف عن كونه صديقنا عندما أدرك أن علامتنا قد ذهبت. تعتقد أنه سيكون صديقا للحمار الوحشي الذي كان في الحديقة؟ اعتاد الحمار في الحديقة أن يكون صديقا لهذا الحمار في السافانا. هل انتهيت من التحدث لنفسك حتى آخذك؟ لن نتركه بهذه الحالة. سيتعين علينا القيام بالشيء الصحيح على حساب رؤية القرد الليلي البنمي. أجل، كنت أنسى ذلك. لا، أنا لست مستعداً. خذ الحمار الوحشي الآخر. حسناً، هيا أدخل، ستحبط كل زوار حديقة الحيوان، ولكن أنا مجرد حارس أمن. لا أعرف لماذا كلفت بالقيام بهذه المهمة. أنا هنا في الشمس الحارقة، لا مكيف هواء، وأبحث عن الحمر الوحشية. هذه شاحنة سخيفة لا تعمل، حتى أنا حارس أمن. والآن كيف سنعود إلى المنزل؟ you
جيد أن هذا الشيء كان يركض في وسط السافانا. هيا دعنا نلقي نظرة على القرد. ها هو ذا؟ أخفته وعاد إلى حجرته. لقد رأيناه على أي حال. هيا فلنلقي نظرة على الحمارين الوحشيين. هذا متناقض قليلاً، أليس كذلك؟ أجل كذلك، ولكن ليس لوقت طويل. هذا ما ستقوله صحيح؟ لا، لأنه يبدو أنك ستقول شيئاً غير قانوني. أونيون، سنحرر الحمارين الوحشيين. حسناً، لأنه ليس من الجيد أن يكونا صديقين، لكنهما عالقان في قفص. أبل وأونيون. أبل وأونيون، كيف مرحنا الشارع نقضي أحلى الأوقات. وداعا. أبل وأونيون، نبدأ يومنا. أبل وأونيون على طريقتنا. أبل وأونيون، المرح يجمعنا. أبل وأونيون، أهلاً بكم. الكثير من العمل وليس اللعب. حلبة سباق ممتازة. أخبرني يا صديقي متى سنلعب بهذا الشيء؟ أنا متعب لدرجة أنني لا أستطيع رفع رأسي. وأنا أيضاً لا أستطيع حتى رفع ذراعي المتدلية من جانب السرير بطريقة غير مريحة. لا يمكنني حتى رفع فكي السفلي للتحدث، وهذا هو السبب في أنني أقول هذا في أفكاري. حسناً يا صديقي، أنا حسناً لقد ربحت. خسرنا كل نقودنا لشراء لعبة غالية الثمن. الآن كل ما نقوم به هو العمل طوال اليوم، وننام بكل ما يتبقى من الوقت. لدي فكرة، ماذا لو حاولنا النوم في وقت العمل، ثم عندما نعود إلى المنزل نلعب على حلبة السباق؟ حسناً، قد نحاول ذلك. متجر الدولار الواحد. هذا المتجر يعمل اليوم، مما يعني وقت النوم. أهلاً بكم، تخفيضات المدينة. تعتقدان أنني سأدفع لكما مقابل أن تناما في العمل؟ أو لا، سأقسم من راتبكما 3 ثواني بحد أدنى للأجور، هي 0.6 سنتاً لكل ثانية، أي سأقسم عليكما ما يقارب 2 سنتين. جاسوسة، جاسوسة. هاي، ما زلت أعتقد أن الجمع بين النوم والعمل. أستطيع رؤيتك وأنت تهمس. دولار واحد، ماكينة تصرف آلي. فقط فكر في الأمر، لا تتحرك. أجل، كنت أقول إنني أعتقد أن النوم والعمل في نفس الوقت يمكن أن يكون ممكناً. علينا فقط أن... لماذا تقفان بهذا الشكل؟ حسناً استمر. علينا فقط أن نجد طريقة لخداع الجاسوسة. لكن الجاسوسة ترى كل شيء. إذن يجب علينا إيجاد حيلة ما لخداعها. نريدها أن ترانا مستيقظين عندما نكون نائمين، مع أقنعة العين عالية التقنية المصنوعة من لوحات عرض عالية الدقة ومرنة حديثة ومستقبلية. سنغطي أعيننا السريعة النوم بمقاطع فيديو عالية الدقة لعيون مستيقظة، وبالتالي نتمكن من النوم في العمل ونلعب بمسار السباق الذي لدينا. عبقري، عبقري حقيقي. لدي سؤال صغير، كيف سنحصل على أحدث لوحات العرض المرنة عالية الدقة المستقبلية التي كنت تتحدث عنها يا صديقي؟ أعرف، هذا هو الجزء الصعب الوحيد. أنا لا أعرف أبداً ما الذي سنفعله لأكون صديقاً. أنا أعرف، فلنشتري هاتفين جيدين ولنلصقهما على وجهينا. أجل، لكن ماذا عن المال؟ نسينا أننا لا نملك المال الكافي لشراء هذه الأجهزة الذكية يا صديقي. أيمكننا القيام بدوام الصباح الباكر يوم السبت الذي يحصد الكثير من المال؟ ماذا؟ أنتما تنامان في العمل والآن تطلبان القيام بأهم وردية في الأسبوع. لا، لستما مسؤولين كفاية. أرجوك. حسنا، لا مشكلة، لكن هذا مهم جدا لعملي، لذا لا تخطئن فيه أبدا. شكرا لك. حسناً، سمحتكما، لقد سمحتكما، استمعا إلى ذلك جيداً. يجب أن تصل إلى العمل في الساعة 4:15 وتقوما باستلام المخزون من الخارج، ثم تعيدا تعبئة الرفوف حتى نكون مستعدين في الساعة 9 صباحاً للفتح. إذا أفسدتما هذا الأمر فسأواجه مشكلة كبيرة. مفهوم؟ مفهوم. شاحنة التوصيل من هذا الطريق، نحن هنا. دعني أجرب، من هذا الطريق نحن هنا.
تفريغ الشاحنة من البضاعة مرة ثانية فرغها من البضاعة نخزنها نصنع منها هرما صابون زجاجات كل شيء بينها متجر الدولار الواحد استعد لكسب المال وشراء الهواتف الذكية وصنع أقنعة العين والنوم طوال اليوم في العمل ثم العودة إلى المنزل للعب على حلبة السباق هذه خطوات كثيرة اسمح لي أن أرى ماذا فعلتما هرم علب الفاصوليا تم التحقق الصابون والزجاجات وكل الأشياء التي بينها تم التحقق اجلسا الآن أجل سيدتي أنا أقر بأنكما قمتما بعمل مسؤول للغاية يا صديقي الآن خذا المال الذي تستحقانه بالفعل شكرا على ثقتك بنا سأعود عند وقت الإغلاق صبيان جيدان الآن لنشتري الهواتف الذكية وجميع الابتكارات الضرورية التي سنحتاجها لنجاح الخطة سنعود بعد 15 دقيقة مفتوح هاتفان حبل شريط لاصق دبابيس مسجل مشغل يويو عصي غراء قضبان شريط لاصق قفازان هل انتهينا؟ أعتقد ذلك حسناً فلنبدأ العمل الآن أجل أصنع فيديو لي عينيك تصنع فيديو لي عينيك سعره دولار واحد فقط أجل رائع فلنقم بذلك ضع الدولار هنا بدء الفيديو أين هو؟ إنه هنا أراك في نهاية اليوم أراك هاي صباح الخير ضع الدولار هنا دولار واحد سوف أخذ الفرشاة هذه سعره دولار واحد فقط أعلم ذلك إنه متجر دولار الواحد أتمنى لك يوما سعيدا حسنا شكرا أنا أقترح حسنا سوف اسمع سأخذ اثنين من هذه الأشياء المطاطية سعره دولار واحد فقط ماذا؟ دولار لكليهما؟ هذا عرض رائع حقا سأحصل عليها جميعا إذن ما هو المجموع؟ سعره دولار واحد فقط ماذا؟ ماكينة صراف آلي أهلا بكم سعره دولار واحد فقط صفقة رائعة أوه، تبقى شيء واحد فقط سعره دولار واحد فقط سعره دولار واحد فقط ضع الدولار هنا لقد بعنا كل شيء ونمنا طوال الثماني ساعات الآن لدينا طوال الليل للعب على حلبة السباق ما هذا؟ لقد بعتم كل شيء أيها الصبيان؟ أجل انظري في ماكينة تسجيل المدفوعات لتري ماذا جنينا تشاتشين أين هي آلة تسجيل المدفوعات؟ اتبعاني أهلا بكم غرفة الحماية رزنامة لماذا تركتمه يسرق كل شيء؟ إنه يشتريه لكن ليس مقابل الكثير من المال لا تحاول أن تتحيل علي هذا أمر جاد للغاية أريد الإجابة الحقيقية كنا نائمين طوال اليوم بدأنا مستيقظين كنا نرتدي هذه حاولنا تخصيص وقت للعب على مضمار السباق من خلال النوم في العمل؟ لقد وثقت بكما والآن من دون ربح من مخزوني هذا الأسبوع لا يمكنني تحمل دفع الإيجار الآن سوف يأخذون هذا المكان مني ويحولونه إلى شيء فظيع كمتجر عصير متجر دولار الواحد انتهى وأنا لقد انتهيت آمن ماذا فعلنا؟ أبل هذه الهواتف باهظة الثمن كسرها كان تصرفاً غير صحيح على الرغم من أن الشعور كان صحيحاً باتي علينا تصحيح الخطأ الذي ارتكبناه ضد باتي وتحمل المسؤولية بأكملها عمل شاق مسؤولية أنا وأنت أنت وأنا الآن دعنا نبيع هذه الأشياء مرة واحدة وإلى الأبد وهكذا نبدأ عمل شاق مسؤولية بل
نستخدم هذا المبلغ غير الكافي لشراء المزيد من الأشياء التي يمكننا بيعها. تصحيح هذا الخطأ يشبه وضع معجون الأسنان في الأنبوب مرة أخرى. فلنشتري معجون الأسنان العملاق هذا وكل زجاجات معجون الأسنان الصغيرة الفارغة. فكرة جيدة ولكنها صعبة. أجل سيكون الأمر صعبا. وهكذا سنستمر بالعمل. عمل شاق، عمل شاق، مسؤولية. صعب جدا. صعب ويشبه العثور على إبرة في كومة قش. ما رأيك بأكوام التبن التي عددها 1000 مقابل 20 دولارا؟ إذا وجدنا كل الإبر التي تحتويها يمكننا بيعها بربح كبير وسندفع إيجار باتي. سيكون الأمر صعبا. عمل شاق، عمل شاق، مسؤولية. فلنشتري حجر الطحن وهذه الحبوب التي يمكننا طحنها بشدة بحيث تكون أنوفنا قريبة من حجر الطحن. ولنشتري هذا الجبل الذي يمكننا تحويله إلى تلال ترابية يمكننا بيعها إلى عامة الناس. هل سينتهي هذا العمل الشاق يا ترى؟ لا. عمل شاق، عمل شاق. نادم على اليوم الذي شرينا فيه المضمار. لا أستطيع الاستمرار، هذا يؤلم ظهري جدا. علينا أن نواصل العمل مرارا 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 وتكرارا وتكرارا مرارا وتكرارا مرارا. أبل، لقد كسبنا ما يكفي من المال. هذا لا يصدق، كيف فعلتما هذا؟ فعلنا ذلك بالطاقة الهائلة التي منحنا إياها شعورنا بالذنب. كان ذلك أسوأ أسبوع في حياتي كلها. حسناً، لا أعرف ماذا أقول. من ناحية قمتما بعمل لا يصدق، ومن ناحية أخرى لقد ارتكبتما للتو خطأً فادحاً من صنع يديكما. كل شيء عاد إلى طبيعته، لذا شكراً لكما. أراكما في العمل خلال 17 دقيقة. عمل شاق، عمل شاق، مسؤولية. أبل وأونيون كيف مرحنا شاق، نقضي أحلى الأوقات وداعا. من المخاطر من المشاكل من سيساعدنا؟ من سيقف بجانبنا ولن يخذلنا؟ صديقنا تراك من الجدول سينقذ يومنا. تراك من الجدول سينقذ يومنا. إنه تراك من الجدول. الاستيلاء على الراية 5. اللعبة. استولوا على الراية. يا لاعبي كرات الطلاء، نحن الآن في منطقة العدو. لمسة واحدة لوضع علامة عليكم. لننطلق. توضع علامة التجميد على كل جنودي. نحطم بشكل أسوأ من طبق معكرونة زيت المخبوزة. علينا مساعدة أخي. يجب أن نلتزم بخطتنا، إن اندفعنا جميعنا إلى هناك سنخسر الجدول. يا للهول، لا تفعل بالونات الطلاء شيئا. أنا قادم من أجلك باني. مهلا. قام بالتصويت لإنهاء الملك ثم يخالف أمر القائد. متى سيدرك أن عليه الانصات إلينا؟ الانصات إليك. المرحلة الثانية. جانك لورد وتومان، دوركما. اعتقدت أنك لن تطلب ذلك. لديك كلمات أخيرة؟ كلمة واحدة. أنا تومان، الملقب بهوتروك سيتي والملقب بمجما مان أيضاً، وأنا أسوأ كابوس لكم. ماذا؟ لا فكرة لدي عما يتحدث. سيكون لديك فكرة، لأن الأرض ستتحول إلى حمى من بركانية. تلك الأرض حمم، وتلك الأرض حمم، كل الأرض حمم بركانية. بالوما. ماذا هذا؟ أيها السلام. المسافة 45,3789. نحمل رقم 2 ونقسمه على 4 ونضرب الرقم بعدد النجوم وتكون النتيجة. قومي برميها فحسب. سأرمي القنابل ذات الرائحة الكريهة. واو.
رائحتها مقززة. حسنا يا عمر، لقد مررنا. ونحن أيضا. شكرا سوبر كوين، سنتولى الأمر. بوبي، سباركل كادات، مستعدان؟ بالطبع، حصلت على بابل وانت، وحصلت على شيء أخطر، وهو التفاعل الكبير. وأنا لدي الحلوى. حسنا، عمر في طريقه إلى حصن ويستاريا. سأتجه إلى مكان الملك. بينما يقوم كالسي وماني وعشر سبيدز بالبحث في المتاهة، يقول إنتل إن راية الجانب الآخر مخبأة في أحد هذه المواقع الثلاثة. من يجدها أولا فليتوجه إلى أعلى الجسر. لكن انتظر، ألا تحتاج إلى توصيل كريغ؟ ها، لدي واحدة بالفعل. علمت أنك ستحتاج إلى مساعدتي. أحتاج إلى تشيز ستيكس، لكن يمكنك مرافقتي. تن سبيدز، دعونا ننطلق. ما الأمر يا كيلسي؟ الرائحة الكريهة جعلتني أتخيل أمورا، فلنذهب. هاي أيها السيد، أيها الفتى الطويل، هل بإمكان الملك الوصول إلينا هنا؟ لا، فالطفل الذي يمر عبر اللبلاب دون أن يصاب بالحكة الشديدة هو سكراتش لسوان. أنتم بأمان بوجود الفتى الجيد جون بول. أو وبوجود مورتمر. لكن ماذا لو تمكن الملك من الطيران؟ إن قام ذاك الملك بالطيران إلى هنا فإن ليل برينس سيقضي عليه. اهدأ، لا حاجة للقضاء على أحد يا صديقي الصغير. بني حسن الورق المقوى باستخدام أثقل صناديق النقل الموجودة في مرأى أبي. أنتم والراية الخاصة بنا أمنون هنا كالفول السوداني المعبأ والمخزن تماما. لنأمل ذلك. الطريق آمن. إيه. هل هذا حصن حجري؟ لا أرى أي راية من هنا، إنها مخبأة. أحضرت حبال عرق السوس معي، إنها وجبتي، ولكن يا للهول. أهرباء. ما كان ذلك؟ إنه جاكي الملقب بـ The Arm. لا يمكن لهدفه أن يخطئ. لا أعرف كيف سنقترب دون أن يصيب أحدا. هذه هي المتاهة. يجب أن ننفصل كي نغطي مساحة أكبر. يبدو هذا جيدا. هذا المكان يخيفني كثيرا. ما كان هذا؟ حسنا. عجلتي. ما هذا؟ خوذتي، لا أستطيع قيادة الدراجة دون خوذة. هل كان صوت وورب سبيد؟ كيلسي، الصوت آت من هنا. هاندل بار. لا 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 لا. كيلسي، ميني. لا تقلقا، احتفظت بالأفضل لكما أنتما. لم يصل الأمر إلى هذا الحد. لقد حذرت الجميع أنه لا يمكن اللثوق بالملك، والآن انظر إلينا، نحن في حالة حرب من أجل إنقاذ الجدول. حتى قبل أن يحصل هذا، لو أن لاعبي كرات الطلاء قد أنصتوا والتزموا بالخطة، ربما كان من الممكن أن نفوز. ربما يحتاج الجدول إلى قائد حقا. هل تحاول إقناعي أو إقناع نفسك؟ أوه، احذري، إنه السكواشينيتر. كريغ الضعيف، أتيت لتتحداني برفقتي جروين صغير ودميتي المضغي الصغيرة؟ تعتقد أنه سيستسلم بسبب شخص تذاج مثلك؟ واضح أنك لا تعرف شيئا عن كريغ. انطلق تشي سيكس. يا للهول. من الجاي بيحول، من الجاي بيحول. صديقة الملك مايا قادمة باتجاهك. سوبر كوين، ها؟ مع فائق احترامي لثقافة اسمك، لن أغادر من دون هذه الرعاية. ليس إن كان أمر منعك بين يدي. سيسبب ذلك حكة.
شيز رائع لامع وبراق. نجحت يا سباركل، مع هذا الغطاء الفقاعي سنعثر على طريق آخر. و لن أقدر على الصعود والبحث عن الراية، وآرم مسيطر على الأرض المرتفعة. لو كان هناك طريقة لأصبح فوقه. هاي مهلا، ما حجم الفقاعة التي تصنعينها؟ عذرا، مساء الخير، تحياتي الكبيرة لكم. كيف نوقفه؟ إنه سريع جدا. أجل، لكنه ليس كانون بول. جي سيكس، استخدم عواء الفهم. انتهت اللعبة أيها الطفل الصغير. كريغ، والدراسة، لكن لماذا؟ هذا لأن لا. كم هذا لطيف. من المؤسف أن تضحيتها ذهبت سودا، لأنني ما زلت سأضع علامة عليك الآن. Tetron. Check it out, y'all. Now let's see. Deltron Z, Arch Avenger. Let's start the adventure. Pinch up with nerve gas, absurd blast, crash the spacecraft. I'm by your hand. It's easier for me to use my search warrant. Strip by star, absorb it, and storm it. Leave Taurus porous. My galaxy's gorgeous. Quantum jump, I'm right at your doorstep. Positive contact. Positive contact. Positive contact. لا تقلق كالسي، سأتولى الأمر. هل تريد أن ترى السرعة؟ سأريك إياها. ماذا؟ أهلا بك في كانون سبيس. يمكنك الركض لكنك لست مثلي. سعيد لأننا هنا. ستصل مايا إلى هنا وستحصل على رايتنا. لا تقلق يا صديقي البرتقالي، أحزم مفاجآت في إبداعاتي من الورق المقوى دائما. اضغط هنا. يا للهول. يا سيدي جي بي، أنا خائفة. حسنا، لا بأس، لا داعي للذعر. مهلا، أين للكريس؟ حان وقت للكريس. أوه يا للهول، أين هو؟ أين هو؟ أنا لا أرى. للكريس؟ أدع لكريستوفر الآن. أوه لا، لقد أعادت له وعيه مرة أخرى. هذه التي تدعى مايا قوية وبارعة، لن نقلل من شأنها. جي بي، سنغادر. جميعنا، ولكن كيف؟ مهلا، هل هذا الحصن عبارة عن آلي عملاق سري؟ لن يكون الأمر سرا إن أخبرت الجميع. الآن إذا لنهرب. أعتذر مايا، لكنك خسرتي، ولن تكوني صديقة الملك المقربة، لأنه لن يكون هناك ملك، وستكونين وحيدة إلى الأبد. ماذا كنت تقول؟ هذا فريق جرين سباركل كاندي، قمنا بتأمين وستيريا بيس، لكن الراية غير موجودة. هذا فريق وارب ووريورز، لم تكن الراية هنا ودفع فريقنا الثمن. هذا مؤسف. مهلا، هذا يعني أن الراية بحوزة كريغ. الراية ليست هنا. بحوزة فريق اتش بيبيز بكل تأكيد، ولا الراية الخاصة بنا أيضا. ماذا؟ حصلت مايا على الراية. يجب أن يوقفها شخص ما قبل أن تصل إلى الجسر. هذا سيء. كالسي،
أيمكنك لحاقها؟ أنا في طريقي. قد لا أصل في الوقت المناسب. شعرت كيلسي بالخوف يملأ حذاءها. لم تكن قادرة على التغلب على مايا القوية من قبل. ما هي الفرصة لتكون النهاية مختلفة هذه المرة؟ كانت مايا ستسحقها وتدمرها وتقضي عليها. كيلسي، قد يبدو الأمر مستحيلا، ولكن لا تستسلمي. ليس من دون قتال، الفوز أو الخسارة، هذا ما يصنع بطلا. كريغ، أهلا بك. لابد أنك متعب، لماذا لا تجلس؟ هل تريد بعض البطاطس أو مشروبا غازيا أو حلوى؟ أنا هنا من أجل الراية إكزيفير. أين هي؟ لقد نفذت منا الرايات. أنت تكذب، أعلم أنها هنا. لا تتردد في البحث عنها، أرجوك خذ وقتك ولا تتسرع. أتصور أن مايا قد حصلت على رايتكم وهي في طريقها إلى هنا. ليس بهذه السرعة، لمسة واحدة وستتجمد. أتذكر هذا؟ ها؟ هل أنت جادة؟ أتيت لتتعرضي للضرب المبرح؟ أتيت إلى هنا لأحاول إيقافك. هل تخافين مني؟ يجب أن تخافي. تعلمين ما علي فعله لأحصل على الراية ولأرتدي هذه العباءة؟ قضيت على أصدقائك وقضيت على صديقي، صديقي الوحيد. أتعتقدين أنه يمكنك إيقافي؟ الطريقة الوحيدة لاكتشاف هذا هي المحاولة. هيا خذيها. أنت لا تدرك مدى روعة هذا الشعور. كل ما قمت به، كل المرات التي كنت فيها السبب في مشاكلي، كل ذلك أدى إلى هذا. لقد تفوقت علي، وسيتم وضع علامة عليك الآن بواسطتي، وسوف تخسر جدولك الثمين جدا لصالحي. حسنا يا كريغ، هذه نهايتك، ولا يوجد أحد يمكنك إلقاء اللوم عليه سوى نفسك، وكل هذا لأنك تعتقد أنك الأفضل من الملك. أنت لا تعرف أهم قانون لتكون ملكا حقيقيا. أنت لست شيئا، وأنت لا ترقى لمستوى كينيث بكل تأكيد. ماذا قلت؟ أنت لست ملكا، أنت مجرد ساذج تمنح الحلوى للأطفال حتى يفعلوا ما تريده. ولهذا السبب، بغض النظر عن مقدار الحلوى التي تملكها، أنت تعلم أن الأطفال يريدون أن يكونوا أصدقاء للملك فقط، ولكن لا أحد يريد أن يكون صديقا لإكزيفير. أغلق فمك. والآن تنحي جانبا. أعتذر، لكن لا يمكنني أن أفعل هذا. إذن قفي وارفعي عصاك. عمر، كيف وصلت إلى هنا بهذه السرعة؟ حصلت على توصيلة من صديق قديم. مرحبا، خامن من تجاوز سائق أد. من؟ جرين بونشو الأصلي؟ تعتقدان أن مراهقا كبير السن سيساعدكما في التغلب علي؟ أنا لست مسنا. مايا، ليس علينا القتال. ربما أنت لا تحتاج للقتال، لم يبق لديك شيء لتخسره. مهلا. انظر، أنا أعرف أنك تحب الجدول. أتظن أنني لا أحبه أيضا؟ لهذا السبب ارتديت المعطف، ولهذا قبلت دوري كملك، لأن هؤلاء الأطفال يحتاجون إلى قائد ليقرر ما الأفضل لهم. تعرف أن هذا صحيح؟ رأيت ما حدث عندما لم ينصت أحد إليك. من يعرف كم عدد الأجساد البريئة التي تم تجميدها؟ كان يمكن تجنب هذا لو كان لديهم قائد قوي لتوجيههم. هل تحاول إقناعي بأن أصبح ملكا؟ لم أكن أتحدث عنك، لن تكون ملكا. كم أنت ساذج. ماذا؟ هل تظنها شيئا صعبا؟ يمكنني أن أكون ملكا إن أردت. لتكون ملكا عليك أن تكون حازما، ولنكن صادقين، لا يمكنك تحمل عبئا كهذا يا كريغ، لذا لما لا تسلمني هذا المعطف فحسب. هيا ضع علامة. سباركل، انطلق يا كريغ، سأوفر لك الحماية. أنا لا أحتاج
نصيحتك أو شفقتك. كل ما أحتاجه هو أن تبتعد عن طريقي. كيف الحال كريغ؟ هل أوصلك؟ الآن تنحوا جانبا. ماذا سنفعل؟ إذا تخطت الجسر فستنتهي اللعبة. هاي عمر، ارمي لي القوس. كانن بول، لا تقلق بشأن كريغ، اهرب فحسب. يا صديقي كم اشتقت للجدول. احتفظي بهذا لكتاب الذكريات، فلنقم بالأمر. أطلق! سلم الراية حالا. أنا لن أتخلى عن هذه الراية، لا يمكنني أن أخذل الملك ولا أن أجعل جانبنا يخسر. إن خسرنا فلن يكون هناك ملك، ولن يكون هناك صديقة مقربة، وإن لم يكن هناك صديقة مقربة فمن أكون؟ مجرد شخص تخلى عن أفضل صديق له من أجل لا شيء. مايا، أعرف كيف تشعرين. قضيت 3 فصول صيف أقف على ذاك الجسر. كان هناك الكثير من الأشياء التي أفضل أن أقوم بها بدلا من أن أغضب منك. لا يمكن استرجاع فصول الصيف، لكن لا يعني أن نهدر فصل الصيف هذا. أمسكت بك. أعطني. لن يحصل. لا، سأقوم بتجميدك أولا. أنك أنت هو الملك الجديد. إذن هل ندعوك بالملك كريغ الآن أو؟ لا، أنصت إلي جميعا. الجدول مكان مميز، فهو مكان يمكن فيه للأطفال أن يلعبوا فيه، ولا نحتاج إلى ملك ليخبرنا كيف نلعب، لأن الجدول يخصنا جميعا. أشعر بالسعادة بالعودة إلى المكان القديم. إذن لقد انتصرنا وقضينا على ظلم الجدول، ماذا الآن؟ حسناً، بما أن الملك ذهب يوجد جانب كامل آخر من الجدول لاستكشافه. حان الوقت فهيا بنا، لن نشعر بالوحدة. الشمس ستشرق في الجدول، سنلتقي في الجدول. الجدول، سنلتقي في الجدول. الجدول، سنلتقي في الجدول. الشمس ستشرق تماما كما خططت له. بنتين الجيل العاشر. لا تأكلي لعبتك يا نونو. أين السمور؟ الجوع يناديني. تشرفنا لكن ايه
شطورة، استمتعي بالعرض يا أمورة. يا ها إنها بن، ستحرق حديقة ويست بوتوماك. لا، شجرة واحدة فقط. من فضلك يا بن، حولنا تراث وطن بأكمله، مبنى واشنطن، نصب لينكولن، المتحف التاريخي، ونصب جيفرسون وغيرها الكثير. إياك وتدمير الآثار، فهمتم؟ ها؟ استسلم يا تينيسون، إنه مجرد تسخين. لقد صدقت، ما زلت أكتشف قدرات البانفلوت الخارق. سيد هيت بلاست، هربت وتركتك، جئت أشكرك لإنقاذنا من الشجرة العملاقة المتوحشة. لو مكانك لهربت. نهارك سعيد. بن، الفلوت، ركز أرجوك. يا ها ها هيا. لم ولن يتعلم. كله بسببك، لولاك أنت لاستوليت على الأرض بأسرها، وسوف تكون لي في المرة القادمة حسابك معي عسير. هل ستعيد الاسطوانة نفسها ثانية؟ لا. يا لك من شرير جديد ذهب مع الريح. أجل، أرجو أن يكون الأخير. لحظة، الأخير؟ إجازتنا لم تبدأ ولم نستمتع بعد. لقد طفنا العالم، هزمنا بالجاكس، دمرنا الأشرار، زرنا إيطاليا وأنقذنا العالم، وسافرنا عبر الزمن لوضع حد لفوريفر نايت. شبعنا مغامرات، يعني أنا أريد أن أعود إلى المدرسة. ماذا؟ طبعاً لا، ولكن ما فائدة دروس الرياضيات لبطل خارق ينقذ العالم؟ إجازتنا هنا رهيبة مع الأومنيتريكس، هزمت الأشرار وأستمتع هنا وحدي، يعني مع العائلة. بن، الإجازات جميلة لكنها تنتهي، وكما تعرف العلم نور. سأتعلم عملياً، مدرسة الحياة، المناهج شيء قديم. هاتي. دعيه يسترح، سيتجول بين الأشجار. يقولون العلم نور، ارحموني. الرئيس واشنطن لقد حارب من أجل الحرية دون الذهاب للمدرسة. كلام، مجرد كلام. صديقي، الموضوع معقد. سمورزي، هل هذا أنت؟ صحيح يا بن، أو ربما لأنك جائع. يا صديقي، حتى واشنطن لديه أخطاء، المسألة صعبة، هذه الأمور لا تدرس في المدرسة. بالضبط، المدارس لا فائدة منها. أنت لم تفهمني، الموضوع لا علاقة له بالمدرسة، أنت قلق من انتهاء الإجازة ومعها بطولاتك ومغامراتك. أجل، معك حق، أنا فعلاً جائع. أنت جائع للمغامرة. لحظة، للحديث بقية يا صديقي. شكراً للسناك دود. يا سمورزي، لم ننهي الحديث بعد، هاتها يا لص. عذراً يا صغيري، الجوع غلاب. غيرها في غيرها. ماذا؟ لص سناكس وقرد يتكلم يظهران فجأة؟ أرى مغامرات الصيف تعود من جديد. وقت البطولة. بوبو، قلت معه طعام، لا مجرد سمور. السمور يعتبر طعاما. يلا نرتاح. لقمة هنية تكفي 100، فما بالك باثنين في قمة الجوع؟ كل، فالنوم على جوع يجلب الكوابيس. نوم؟ لا وقت النوم. سمورزي، ما هذا؟ بابو، وحش متطور، ما العمل؟ سمورزي.
إلى أين تهرب يا حرام سناكس؟ لا 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 لا. ماذا فعلت بالسمور؟ وما أدرك بها؟ دعه يا غوريلا يا غريبة. نسيت نفسك. دعه لي ريكس، سأتولى أمره وسأنقذك. حسناً، للمرة الأخيرة وبمنتهى الهدوء سأسألك، ماذا فعلت بالسمور؟ لقد أكلناها دود، يعني بح. يا لأفكارك يا عبقري، أشعلت غضبة. سأنتقم لسمورزي. لا مفر من المواجهة. بليز هيا. ماذا؟ أنا فعلتها بوبو، انظر معي، إنها تعمل. أطلقت السيف. دمر الوحش أولاً ثم بعدها احتفل. أوه صحيح. العين بالعين والسن بالسن والبادي أظلم. برافو عليك، فلنهرب. يبدو لي أخطر من مجرد الاستسناكس. عودا إلى هنا. لم نقضي عليه تماماً. ليس مجرد وحش متطور، انظر للشعار على صدره. أراه يمتلك تقنية فريدة. الحكاية معقدة. سمورزي، تعبت من تحمل المسؤولية. انتهى زمن الهروب. ولا مفر من الخروج. أوه لا ريكس، أنت بخير؟ يبدو أنني بلغت قليلاً هذه المرة. تمام. عزيزي تأخرنا، لنذهب، لقد تعبت. أوكي، لقطة أخيرة، سوف نشتاق لواشنطن. يلا تشيز. ماذا حدث هنا؟ هاتفي. هل نجحت؟ نوعاً ما. حرامي السناكس. هذا غريب. يجب أن نذهب فوراً. عزيزتي. احترز بوبو. هل كان الوحش هذا الصغير؟ مستحيل. ليس مجرد وحش متطور. أوه لا. ما الذي حصل؟ هاي، هل أنتم بخير؟ ماذا يحدث؟ جسمي كله فارو. لما أشبه الأخطبوط يا ناس؟ أوه، كنت أفقد توازني. أوه لا لا، سأسقط بالتأكيد. يوماغسور الصغير. لا بضوعي. تفتت. لقد عدت الآن بشرا. نعم، قل لنا كيف. لحظة، أنا لا علم لي مطلقا. لا علم لك، أصلح مصيبتك. نعم. أردت مغامرة لكن ليست بهذه الصورة. حسنا، لقد حان وقت لحظة. ماذا؟ واو. ما هذا؟ رأيت، أنت السبب، أعدنا كما كنا حالاً. ما الذي فعلته بالأومنيتريكس؟ أنا لا أعلم، دعني أحاول. لا ريكس، البقاء خطر وصاحبنا قد يظهر في أي لحظة. لكن أنا السبب فيما جرى. مصلحتنا أهم منهم، دع الوحوش تصارع بعضها. انتظر يا ألي، أحتاج مساعدتك. لن تذهب قبل إصلاح ما أفسدت يا ولد. يا جدي، وين؟ أين أنتما؟ ساعداني. ماكس، من هاتر في لا، انظر. ماذا يحدث؟ ما الذي يحدث؟
يا أومنيتريكس، هاها، كفاك سخافة، هيا عودي للعمل. بليز، كن طيباً. وراءك. ها؟ هل أصابتك العدوى؟ إيو، لا، تطعمت مؤخراً. تأكيد، معنا ثلاث إصابات. ثلاث إصابات؟ هاي، احذر، إنهم بشر. سنتأكد. أمنوا المنطقة، الهدف قادم. شكراً للتدخل، كنت سأتولى الموضوع لولا عطل ساعتي. أوكي، لا بأس، بسيطة. تم تحريز مصدر العدوى. سأذهب لأجد عائلتي. فرصة سعيدة يا العميل ستة، ستأتي معي. في أحلامك يا عميل ستة. مصدر العدوى وقرده هربا. قرد؟ بريفيدنس، الوضع خطير جدا. نفذوا الخطط البديلة وسأحاول السيطرة. الوحدات تتحرك، لدينا عملية. كيف تؤذي طفلاً؟ أولى. أجل. شكرك سيشق. زدت الطين بلة، بالفعل مجرم. أحياناً أسيء التخطيط. ستقوم الدنيا ولن تقعد لو أصبنا التمثال. بسط الأمور واستسلم. بروفيدنس تريدك حيا. لا أعلم من بروفيدنس، ولا أريد أن أعلم. لقد أوجعتني. أداؤك مبهر يا عزيزي. بروفيدنس منظمة لاحتواء أعمال الشر قبل وقوعها. وأين كنتم حين كسرت ساعتي وسرقت لسمور؟ ها؟ لحظة، أقلت أعمال الشر؟ أجل، لذا سأوقفك أنت ومصدر إصابتك المتوحشة، وبعدها يأتي ريكس. أية إصابة متوحشة؟ أنا مجرد طفل، عشرة وحوش في طفل، لكن لا بأس. جهازك هذا خطر كبير، بل أخطر من ريكس. أجل، وخطره على نفسه أكبر بكثير. أنا شوك. لا أصدق. العب غيرها. تريد اللعب ها؟ ها هو، لقد عطل ساعتي وهرب. كنا سنهرب، ويا لها من فكرة، لكن ضمير صاحبنا استيقظ فجأة. جيد، الكل في مكانه، لا نريد هنا أضراراً أخرى. أهرب أنت دود. اسمي بين، ولا أحد يفرض علي رأيه. يا أومنيتريكس، لا تجعليها مغامرتي الأخيرة، أريد فضائيين حالاً. لا، قصدي أنا، حوليني أنا. خضوعك لبروفيدنس أمر مفيد جداً. أنا لن أخضع، ابتعد عني. للأسف دائماً أنجح. ابتعد عن الروبوت وقرده. أنا لست روبوت، عندي ناي نايتس في جسمي. يجب أن تحترم نفسك مع من يحاول مساعدتك. صاحبنا شرس. سادس أخطر رجل على الأرض. هذا معقول؟ ليس في التوب فايف؟ تم تحديد الهدفين، الوحدات تنتشر، لننهي الموضوع فوراً. ما العمل؟ الهرب نصف الرجولة. سأدمر المكان حتى تأتي جوين وتحلها. هل جوين قردة؟ يا ويلك منها إن سمعتك. ريكس. ها ها ها.
لقد أسأتم اختيار ال... بطل! أوه مان! هل لي بدقيقة لأعيد قدراتي؟ انتبهوا! هيكس! ها هو الشرير! اصطاد! هيا! أطلقوا النار! لطالما كانت ساعتك مصدر قوتك، اليوم وبفضل صديقك ستكون لي. تخيل معي جيش كامل من الفضائيين تحت إمرتي. سوف أبدأ أولاً بالساحل الشرقي وسأمحوه عن الخارطة، ثم أنطلق بجيش الفضائي لأغزو العالم بأسره. لا، إنهم جنودي. غلط يا ولد، بل جيشي أنا. واو. ما رأيك أن ننسى الماضي ونتحد على الأقل اليوم؟ اتفقنا، لننقذه ثم نبحث عن مساعدة. فضائيان كيوت، سوف تدعانا نرحل. ما هذا الضوء الأخضر؟ أخضر يعني جو! اضبطا! ها! اركض، لكن لن تهرب من نفسك. هبوط رائع. جوين، جدي، معي هدية وقرد. مرحبا، ربما ذهبا للبحث عني. إنه قلب الجد كما تعلم. أنا لا أعلم ولا عندي فكرة. أخبار سيئة. عاجل من نيويورك وبوسطن وجنوب تشارلستون. الناس يتحولون لكائنات مرعبة، والرئيس يطلق عملية الأنياب. فقد تحول هو نفسه إلى وحش. جيش كامل مني، لكنها غير متطورة. أوكي، ارحمني من متطورة واشرح لي. يا أخي واضحة، متطورة أي أنها تتطور. فسرت الماء بالماء. اسمع، عند الإصابة بالنينايت يتحول الناس إلى وحوش، ولا غيري يمكنه السيطرة عليها نوعاً ما. وحالياً أبو الوجه الجمجمي القبيح يقود جيشاً من شخصياتك. وينوي الشر أيضاً. أختلف معك يا عزيزي، هو من عطل ساعتي وبدأ بإشعال أهوال الشر. تقصد أعمال الشر يا فهيم، واسمي بوبو. ريكس هنا الضحية. بروفيدنس اختطفتنا من مختبر والديه، وأرادوا حبسنا في زنزانة فهربنا، ومن وقتها ونحن نهرب لإنقاذ الفتى منهم. وماذا عن أبويك؟ سؤال وجيه، أحياناً يصعب علي تذكر الأحداث. هذه المؤشرات مقلقة. أمي، أبي، ريكس، أهرب، أهرب! بروفيدنس تعتبرني خطراً، ربما معها حق. هاي، أنقذتني من سادس أخطر رجل في العالم، دعني أرد الجميل. كيف؟ ساعتك بح راحت. صحيح، تسرب الدي إن إيه من ساعتي يعني نهاية بطولاتي. أفضل العودة إلى المدرسة، إلا لو مثلاً ممكن تعكس ما فعلت. أنا أتمنى، لكن ريكس!
ريكس جديد يا بن، إنه ما زال في البداية. كلنا له بداية، ومع ذلك لقد أنقذت العالم. لقد أخجلني تواضعك. جدي، جوين، عائلتي. لا، جوين، جدي، لحظة، إنه أنا بن حبيب العائلة، بل عدوي اللدود. أحب أعدائك حبي للفيليه المشوي. مستوى سخريتك لم يتطور، هذا المجال له أصحابه المخضرمون مثلي. مثلاً فضائي يشبه الفن يحتاج لوقت، ولا تجبراني على التحول. سخيف يا ضعيف. هيا، أنتما سندي وذراعي اليمنى واليسرى، إلا تحت سيطرة هيكس. لدي خطة، أنت وراءه وأنا سأعترضه. ملعوبة. ليس من هنا، بل من هناك. ما أروعني وأنا أهرب وعالمي ينهار أمام عيني. بطل مهما كان. توقف. مهلا، ماذا؟ أين ذهب؟ اظهر وبان عليك الأمان. لستما من أنتما ولستما أنا. اصبر علي حتى أجد. أصابك. استعد. الهدف واضح. باي باي أيها الصغير. هاي، ماذا تفعلين؟ قلت إياك والتماثيل. واو، لحظة يا جوين، دعينا نتكلم. وأنت تحبين الكلام. جويندلين. هيا. سأشكوك لجدي. بليز، لا. يكفي هذا. تذكري، نحن عائلة. هيكس عائلتنا الآن. شكرا. لا، شجرة العائلة مثمرة بالفشل. إصابة بروفيدنس، بصراحة فرصة سعيدة. ما رأيكم؟ مان، لم أكن أتخيل مدى قوتي. جوين، كفى. مدلل جدا. نعم، مسكين يا حرام، نهايته على وجه الأرض على يد شحمه ولحمه الفضائي. إنها متعة. هيا يا صغاري. عرض مدهش للقوة، سأذكره للأبد. والآن هيا نهرب. علينا مساعدته. حاولنا، ساعته خذلتنا كثيرا. بصراحة فاشل، والعميل ستة يرصدنا. لكنني السبب نوعا ما. انظر لبن، يقاوم بلا قدرات. من منا لا يخطئ،
لكن صدقني، الحياة في القفص فظيعة. ماذا تريد؟ الحرية؟ إذن فلنهرب الآن. والعمل، هل سنهرب للأبد؟ هيا يا أومنيتريكس، هل سنهرب للأبد؟ ما رأيك بفكرة لولبية؟ فيما بعد. بداية رائعة يا بطل. ولما الهرب من شخصيات تعرفها وتحفظها؟ ومع ذلك الحذر واجب. احذر جدي عجوز. لم أسمع بمصارعة المسنين. أولى لنهرب. اصبر سوف يتعب، لقد أكل وشرب وسينعس الآن. والآن دور جوين، إنها شرسة لكن لم أتخيل. هل قلت شرسة؟ أنا؟ أبداً، مستحيل. شاب آخر، شعره تقريباً مليء بالجل وساعته حمراء، وأعتقد اسمه كيفن أو سيفن. هرب من هنا. ابتعد عني يا أغرب كائن. وتنسين نفسك. لا تؤذيها. تريد المساعدة أم لا؟ أنا هنا. جوين، شكلي بات سيئاً أمام القرد. ومنذ متى كنت غير ذلك؟ حلوة منها، حبيتها. ماذا تفعل؟ أقطعه، وهل أجد غير ذلك؟ ومخاطبة الآلات. علينا المساعدة للتدمير لننهي هذا ونقضي على هيكس. فلتقنعهما. قلت كفى وكف عن العبث بالسيف. يا لمضيعة القوى على الصغار، سأعود لتنس. إن صديقه الروبوتي أولى باهتمامي من أجل احتلال العالم. هاجموا محرك الماكينات. وكأني أكلم صفيحاً. الولد صاحب السيف، الولد الثاني. هاي، هدئ من روعك. ريكس خائف ولا يعلم مكان أبويه ولا موطنه، لا شيء. يعيش هاربا ممن يريدونه فأرى تجارب، والآن الفضائيون يهاجمونه، فما العمل؟ ضربة على رأسه تعيده لوعيه. ما يحتاجه هو صديق من بني البشر. لقد حاولت، صدقني، لكني أوقعت عائلتي في خطر. الرحمة، وكأني أكلم نفسي. لقد فقد ريكس أعز ما يملك، يحتاج من يعتمد عليه، من يسمع له. لحظة، ماذا قلت؟ آسف، صرحت منك. أستغرب أنني أكلم قرداً. بل أنت الغريب، هل سمعت مني ولو كلمة؟ يعني هل كنت آدمياً وتطورت لقرد مثلاً؟ لا، ركز. اسمع، لا وقت للكلام، علي إنقاذ عائلتي. تمهل. انتبه، سلاب باك هنا. ما حك جلدك مثل ظفرك. ابتعد عني. ارحمنا من السيف، ستقضي علينا. لا تتحركوا. Oh.
أضعتما الوقت في صراعات جانبية بينما انتشرت العدوى الروبوتية. فريق التنظيف آت. هل سنغسل؟ وظيفة الأبطال أهم. بل تنظيف آخر، حرق الأخضر واليابس وتنظيف الأرض. لا، ستة؟ لم تتمكنا أبداً من العمل معاً دون خراب. هيا معي، وإلا ما حوتكم من الحياة. للأسف، في ظل حكمي، أمري مطاع من قبل الجميع، وأنت أولهم. علينا أن نجد حلاً. للأسف، إنها النهاية. علينا التصرف بسرعة الآن. هيا. من هنا. هاي هاي. تهانينا، أجلت نهايتنا لدقائق. أخبرني، هل لديك خطة لإيقاف انتشار عدواك غير الهرب؟ ولكن لماذا تصر على أنها عدواي أنا؟ لحظة، لو قلت نعم، ستوقف عملية تنظيف الأرض؟ هذا مستحيل. أطفال، ليتني أحولهم لصراصير، أو الأحلى أجعلهم ديدان. هذا أسخف كلام قاله لسان. كيف تجرؤ؟ أجل، ولا طعم ولا ألوان. وفات الأوان. هذا درس في حوارات الأبطال. كفى ولا كلمة. علينا التحرك فورا، وإلا قامت قوة بروفيدنس بمحو المكان بأكمله. بينما يقضى عليهم هناك، سأقضي عليك هنا. مركبة واحدة تمحو واشنطن عن الخارطة. علينا إيقاف هيكس، وبعدها إصلاح ما أفسدنا. معاً، ثلاثة على واحد. لا أخشى أبطالاً سابقين، فات أوانهم. واو، ليته في فريقنا. فريقنا؟ أوكي، أعني تحالف مؤقت. كفى ثرثرة، العدو هناك. شكراً، صاحبنا يحتاج لمنافس من مقامه. هيومانجوسور. كف عن ألاعيبك يا أبت الجمة، وإلا سننتهي. أنا لم أقم إلا بتحريك جنود لاحتلال الكوكب، والعدوى جاءت من هذا الفأر. كف عن اتهامي. إنه يتطور. كانت ضربة رائعة يا صديقي. أراه يهرب بجلده. علم،
هيا اقضوا عليه. علم! في صوته نبرة رائعة. وأنت تخبئ عنا قواك؟ صدقني، أنا لا أعرف كيف فعلتها. حسناً، استمر، أنت رائع. برافو، أحسنتما، استمر في نفاقكما هذا إلى أن يمحى الساحل الشرقي عن الوجود. انتبه يا سادس أخطر رجل في العالم. ترى هل يمكنني المشاركة في المسابقة؟ ركز علي، علينا. أعرف، نشق الطريق، حققتها من خبراتي القتالية هذا الصيف. كم لدينا من وقت؟ لا وقت. لو سألتني لقلت سيفعلها. إنها أسلحة جبارة. لم ترى شيئاً. يا حركاتك، من أين اشتريت حذاءك؟ مقاسي متوفر؟ سوري، لا أعرف كيف ظهر. تابع التركيز. أسلحتك لا تقدر علي. أسلحتي؟ لم ترى شيئاً بعد يا فاشل. لن تقدر علي مهما حاولت. يا نسخ، آتاكم الأصل. هل تمزحين؟ وكأنك تقصدين إهانتي. دعك منها وركز معي. واو، حركات أخرى. لا أعرف، لكن سأحاول حتى أكتشفها. صاحبنا متواعد. انطلقوا يا جنودي، أمامنا مهمة لإبادة الحشرات. ستة، لا تقنعني أن أبا جمجمة خامس أخطر شخص هنا. لا، مستحيل. يا ريكس، لننهي الحكاية الآن. هاتها. يا صديقي، قلت لك أنا لا أعلم كيف. افعلها، غص في أعماقك البطولية، ستجدها هناك. لولاها ما كنت معنا، وسنعكس الـ DNA وتعيد الكل لطبيعتهم. سيطة بسيطة. سيطة بسيطة، شفرة صعبة، معنا 90 ثانية. كيف نجري بسرعة بأحذية العدائنا هذه؟ أدها ودود. هيا بنا. يس. لا لا. ولكن أين أنا؟ لا، من أنا؟ أوه لا، عدنا لألبكرك من جديد. أوه، ربما أكلنا مارشميلو فاسدة. أنتما بخير؟ أوقف العملية، تمت السيطرة على العدوى. أكرر، تمت السيطرة على العدوى. أطلقنا الصاروخ. أوه لا، دعه لي أنا. هيا. فورا. أنت سبب فشلي الدائم، أكرهك يا صغير، أكرهك من قلبي. أنا صغير؟ ربما، لكن الأكيد أنني خطير. حان وقت البطولة. راد هزمك مرة، وراد سيمزقك ثانية بمخالبه الصغيرة. انسى العالم، همي الأوحد أن أقضي عليك أنت. بالأفعال لا بالأقوال. توقف، كفى. لكل بطل حكاية، وللحكاية بداية. يا بطل، صديقك يحتاج دعمك. والصديق في الطريق.
إستاين. أثبت يا هيكس. أعدكم، القصة لم تنتهي، وعد الشر دين على هيكس. إذن ستقبض علينا أم ماذا؟ تقديراً لجهودكما سأمنحكما إجازة لمدة 5 دقائق. 5 دقائق ليس إلا، فأروني سرعتكما. مع أخذ العلم يا ريكس، إن أسأت استخدام قدراتك سآتي بك، وعد مني. اتفقنا. حسناً لا بأس. 5 دقائق. وبس، لنهرب. بابو انتظر. ماذا؟ الوقت يمر. أجل، لنتحرك. ما الأمر يا بن؟ نعتذر عن تحولنا لفضائيين ومحاولتنا تدميرك. تدميري أنا؟ أوه بليز، الخطورة الحقيقية كانت من قوات بريفيدنس. ماذا؟ انسي ذلك. القتال بدونكما جعلني أفكر في إجازتنا ودعمكما منذ استعدت الساعة. لهذا السبب لا أريد لها الانتهاء أبداً. علينا التعلم من كل شيء يحدث، لكن ليس معناه أن أكون بطلاً بدونكما. إن بطولة الفريق أجمل. لن تمضي وحدك. نحن عائلة وسنبقى مهما حدث. إن كلامكما كالموسيقى في أذني. طرب.